أهلا بكم مشاهدينا الكرام. انتهت هدنة ثلاثة الأيام وعادت الحرب التي لم تتوقف أصلا حتى خلال ساعات التهدئة. يتمسك المبعوث الأممي بتجديد الهدنة بالتزامن مع وصوله إلى العاصمة صنعاء للحث على فكرة التمديد. تزامن ذلك مع هجوم غير مسبوق وحاد اللهجة من قبل حزب المؤتمر جناح المخلوع تم توجيهه للمبعوث الأممي، وصل حد اتهامه بكونه مبعوثا سعوديا وليس أمميا. الوضع على الأرض لم يتغير برغم التهليل الدولي الكبير للهدنة القصيرة، وهو ما يؤكد وقوع فجوة بين التصورات الأممية والدولية وبين ما تفرضه الأطراف على الأرض. ووسط كل ذلك تستمر معاناة المواطنين القابعين تحت سطوة العنف تفترسهم الأوبئة والكوارث. نناقش موضوع الحلقة في محورين: ماذا بعد الهدنة؟ وما خيارات الحكومة والمجتمع الدولي في الوقت الراهن؟ إلى أين تمضي الأزمة اليمنية في ظل استعصاء الحل السياسي؟ قبل أن نبدأ النقاش نذهب بداية لمتابعة تقرير زميلنا محمد القاسم. لا أصعب من الاتفاق على وقف مروحية الحرب إلا المحافظة عليها. فمن الجو تبدو الأرض المسيجة بالحديد والنار على قلق ما بعد الهدنة المنتهية مدتها. هدنة لم تصل إلى الأرض وبقيت سارية فقط في حديث المبعوث الأممي والدول الرعاة. وأكثر استدامة. لم يخرج ولد الشيخ أحمد حتى الآن لنعي الهدنة، لكنه خرج لطمأنة اليمنيين بتماسكها والدعوة مجددا لتمديدها ثلاثة أيام إضافية. تناسى المبعوث الدولي أن الوقائع الميدانية دوما تتجاوز أقاويله بأشواط، بينما تسبق تصريحاته عادة حقيقة وضع مساعيه للحل. يقول مراقبون كان على ولد الشيخ أحمد في هذا التوقيت وهو ممثل المنظمة الدولية أن يدعو إلى إنقاذ الأرواح البريئة التي يتخطفها الموت في تعز والبيضاء والحديدة والمناطق الموبوءة بالمرض والميليشيات، وكذا إدانة أو فرض إجراءات عقابية على منع الميليشيا وفد المنظمة الدولية اليونيسف من دخول تعز، بدلا من الاكتفاء بتوزيع الوهم تجاه هدنة تقاعس الكبار منذ البدء على توفير أسباب نجاحها. فالثابت أنه منذ الساعات الأولى لسريان اتفاق الهدنة بدت مخاطر الانهيار التي تتهددها واضحة وفاعلة، وبدا كأن الاستمرار فيها مدينة لسياسات ضبط النفس التي قال الجيش الوطني والتحالف إنهما حرص عليها رغم خرقها مرارا من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في أكثر من زمان ومكان. حدث ذلك في الحدود اليمنية السعودية وتعز ومأرب والبيضاء والجوف وصعدة وحجة، إذ صعدت الميليشيات من عملياتها العسكرية استثمارا للهدنة من أجل محاولة تحسين وضعها العسكري بعد الضربات المكثفة التي تلقتها لاسيما أخيرا في صعدة معقلها التاريخي. الهدنة الإنسانية التي صارت جزءا من الماضي أقرت أساسا من أجل السماح بدخول شحنات الغذاء والدواء للبلاد التي تقول جماعات الإغاثة إنها تواجه كارثة إنسانية. ذلك كان الهدف الأول والأولى، لكن الرهان امتد إلى أكثر من نجاح إنساني وعسكري حال الإنقلابيون دون تحقيقه وتعمد إفشاله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. مرحبا بك سيادة اللواء. مرحبا بكم. أهلا بك سيادة اللواء. في البداية، ما تقييمكم للهدنة التي انتهت ولم يلاحظ المواطنون حتى متى ابتدأت؟ شكرا كثيرا. طبعا هي لم تتوقف الحرب، عشان نتحدث عن هدنة. نعم. الهدنة هي في حكم العدم منذ دقائقها الأولى. في الدقائق الأولى خرقت الهدنة في عسيلان في شبوة. بعد 45 دقيقة في تعز. واستمرت الخروقات في كل الجبهات حتى تجاوزت 1000 خرق يعني. وكان نصيب تعز هو طبعا نصيب الأسد. حدث خرق في سرواح، في فرض اثنين، في الجو، في البقع، في شبوه، في لحج، في الضالع، في تعز، في ميدي، في حرق، في كل هذه الجبهات حصلت خروقات متعدده يعني. مش بس خروق، حصل قصف صاروخي اما على الحدود السعوديه داخل على الاراضي السعوديه او على مأرب نفسها يعني. في مأرب قتل 5 مدرسين قذيفة صاروخ بصاروخ كاتيوشا أطلق من المرتفعات الغربية للمدينة
بشكل عشوائي، لانهم يطلقون من مواسير ما لا يستطيعوا ان يركبوا راجمات صواريخ تتميز بالدقه، ولكن مواسير عاديه ويقذفوا بالصواريخ الى اين ما وصلت، يقول لك اين ما وقعت نفعت. يعني ما يهمهمش يكون مدني، يكون طالب، يكون مدرس، يكون عسكري، ما مش مهم اين ما وصلت. يعني مهم الازعاج، اغلاق الامن، القتل، الدم، هذه قضيه طب. فلم تتوقف الحرب لكي نتحدث عن هدنه، الهدنه كانت بالنسبه لهم فسحه من الوقت، كانوا يتصورون ان بامكانهم ان يعزوا مواقعهم العسكريه في كل الجبهات، وتحركت فعلا القوافل اللوجستيه الى تعز والى مأرب والى غيره، ولكنها ضربت في الطريق، تم التعامل معها. نعم. وحصل هجوم على الفرضه وهجوم في سروح، ولكن ايضا تم دحر هذا الهجوم وهزم الهجوم، وتكبد الانقلابيون خسائر لان الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه الوطنيه كانت لهم بالمرصاد، واستفادت من التجارب السابقه الهدن السابقه التي كان يستفيد منها الانقلابيون لكسب اراضي واحتلال مواقع وتعزيز مواقع. هذه المره لم يتمكنوا من تحقيق اي هدف من هذه الاهداف. نعم. وانهم كشفوا سيادة اللواء. نعم. خلال القصف. تفضل. نعم سيادة اللواء المبعوث الاممي ولد شيخ، الان في هذه اللحظات التي نتحدث عنها هو في صنعاء لاطاله عمر الهدنه التي انتهت، كيف ستتعاملون انتم مع هذه الدعوات خصوصا وان الهدنه لم تحقق اهدافها؟ شوف، بالنسبه للجيش الوطني اليمني والدوله الشرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي، هم يتعاملون مع مطالب الامم المتحده كدوله. نعم. كدوله شرعيه مش ميليشيا. الدوله لا ترفض السلام، سلام معروض. إذا كان وفد الحوثي في ظهران الجنوب اليوم في المملكة العربية السعودية يفاوض على السلام، وهو في نفس الوقت يعني يقذف المناطق الحدود بصواريخ باليستية، شوف إلى أي حد الجرى، يفاوض في ظهران الجنوب ويقذف القرى الحدودية السعودية، ويفاوض على ويطلب من الأمم المتحدة أن تمد الهدنة 72 ساعة أخرى، وهو يقذف تعز ويقذف مأرب. لكن بالنسبة للدولة كدولة شرعية لا ترفض ابدا اي طلب للهدنه من المتحده، توافق عليها، ولكن ايدي جنودنا على الزناد، هذه مساله واضحه يعني. نعم. سيد اللواء، اذا كان هذا هو الوضع، على ماذا تستند دعوات المبعوث الاممي لليمن بتمديد الهدنه؟ الناس يحاولون، الامم المتحده تحاول، لكن هناك شيء هام في ملمع رئيسي في هذه القضيه يعني. ان الكبار حينما يتعرض الحوثيون للهزائم ويكونوا على وشك هزيمة ماحقة يتدخلون بقوة لفرض إرادتهم، والحديث عن مفاوضة السلام وهدنة وقف إطلاق النار، هذا ما نعرفه. هذا في كل المرات التي يكاد الحوثيون أو يكاد الجيش الوطني أن يحقق إثارة حاسمة تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا والأمم المتحدة ويطلبوا وقف إطلاق النار ويطلبوا أيضا العودة للعملية السلمية. هذا ما يجري دائما. في الفترة الأخيرة هناك إثارات مهمة للجيش الوطني اليمني في سرواح وفي مأرب، يعني في سرواح مأرب وفي فرضة نم في صنعاء وفي الجو وفي صعدة في البق وفي شبوة وفي تعز، كل هذه المناطق. نعم. وفي نيدي شهدت انتصارات مهمة جدا، واستكمالها كان يعني يفترض أن يؤدي إلى نتائج دراماتيكية بالنسبة لهم، وهي انتصارات بالنسبة للجيش الوطني اليمني. لذلك تتدخل الأمم المتحدة لكي يعطى الانقلابيون فسحة من الوقت يستعيدوا يلتقطوا أنفسهم من جديد، هذا ما نعرفه. السلام. نعم. يا عزيزي، الذي يريد السلام يريد الهدنة، يفترض أن يكون الهدنة آلية تنفيذ، ويكون هناك عقوبات على من يخرق هذه الهدنة. حينما نرى الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمم المتحدة تتقدم بطلب هدنة وتحدد لها آلية تنفيذية وتحدد عقوبة على من يخرقها، حينها سنقول هذه المطالب محقة وهي تستهدف السلام. نعم. سيادة اللواء، عفوا على المقاطعة، ولكن كنت أريد أن أسأل حول نقطة أنت ذكرتها، تحدثت عن انتصارات كبيرة ومهمة ولكن للجيش الوطني والمقاومة، ولكن الجميع لاحظ أن قبل الهدنة كانت هذه المعارك في عديد من الجبهات الهامة التي تحدثت عنها قد توقفت، لم يكن هناك سوى في البقعة. الآن وبعد فشل هذه الهدنة، هل سنشهد عودة هذه العمليات العسكرية الكبيرة في جبهات نهم وصرواح وغيرها من هذه المواقع الهامة؟ هذا ما يعرفه الناس يعني ظاهريا. هذه الجبهات لم تتوقف إلا نتيجة لضغوط دولية كبرى، الجيش الوطني اليمني والدولة الشرعية اليمنية تتعرض لضغوط كبرى
الاستثناء هو المقاومه الجنوبيه والجيش الوطني في البوق الذين حققوا انتصارات مهمه. يعني المقاومه الوطنيه الجنوبيه التي جاءت من الجنوب مع الجيش الوطني في العمليه الاخيره كانت خارج اراده المجتمع الدولي، نستطيع نقول هكذا. لكن الجبهه الاخرى التوقف فيها لم يكن عفويا ولم يكن يعني مرغوب فيه بالنسبه لمقاتل الجيش الوطني، ولكن كان احدى المقدمات للدخول في الهدنه، وهذه رغبه دوليه ورغبه امريكيه. و يعني ربما ان الرئيس يعني اراد ان يثبت حسن النيه، وهو قد فعل ذلك اكثر من مره، والحكومه فعلت ذلك اكثر من مره لتثبت حسن نيتها انها تريد السلام. ومع السلام، هو السلام خيار رقم واحد بالنسبه للدوله الشرعيه والجيش الوطني. نعم، وصلت الفكره سياده اللواء. اذا سياده اللواء محسن خسروف، رئيس دائره التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الان ننتقل الى ضيفي من القاهره الصحفي عبد العزيز المجيدي. مساء الخير سيد عبد العزيز. مساء الانوار، اهلا وسهلا بكم. اهلا بك سيد عبد العزيز. هدنة أخرى مضت، باعتقادك ما الذي حققته هذه الهدنة على الصعيد الحل السياسي؟ أعتقد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ربما أصبح مهجوسا لفكرة تسمية الحرب في اليمن بأشياء أخرى على شاكلة هدنة. لا أعتقد أنه كان هناك هدنة في اليمن عندما يتم الحديث عن أكثر من 1500 خرق لما يسمى الهدنة. فنحن نتحدث عن حوالي 20 عملية إطلاق نار وقعت في الساعة الواحدة طوال 72 ساعة من ما يسمى الهدنة، بمعنى أن الحرب أصلا لم تتوقف، استخدمت فيها جميع الأسلحة وأطلقت صواريخ باليستية. الدلالة الأخرى وهي مثلا عندما يتم الإعلان عن مقتل أحد أعضاء وفد الحوثيين إلى مشاورة الكويت حسن الشرفي، فهذا بحد ذاته كفيل بأن يقدم قراءة من بطريقة ما عن النوايا الحقيقية للميليشيات بشأن ما يسمى الهدن والسلام، وأن مسألة السلام والهدن هو في النهاية ليس أكثر من إعادة ترتيب أوضاع كما قال العميد أو اللواء محسن خسروف. لكن في النهاية أيضا هناك مشكلة أعتقد مرتبطة ب تقديرات الطرف الحكومي والتحالف، دائما ليس لدى الحكومة والتحالف أي خطوات أو تصورات متعلقة بمسألة التالي، ما هو التالي بالنسبة لهذه العمليات والألاعيب التي يشرف عليها المجتمع الدولي، وهي متعلقة بمسألة إضاعة الوقت وإطالة الصراع وزيادة المشهد تعقيدا. دائما كانت الحكومة في موقع رد الفعل، الجيش الوطني في موقع رد الفعل، المقاومة في موقع رد الفعل، التحالف نفسه في موقع رد الفعل، بمعنى أنه لم يغير بعض القراءات حتى الميدانية المتعلقة بالأداء العسكري على الأرض، لم يعيد النظر حتى فيما يتعلق بالقيادات العسكرية. عندما نشاهد كثير من النكبات التي حصلت خلال الفترة الماضية، لا يزال هناك إصرار على بقاء كثير من القيادات التي ثبت بأنها عبئا على الجيش الوطني، أكثر منها أرقام قادرة على سيدة عبد العزيز تحريك الميدان بشكل يفضي إلى تحقيق حسم بصورة أخرى. نعم، ولد الشيخ الآن في هذه الأثناء في صنعاء يتحدث عن تمديد للهدنة التي أصلا لم تنجح، ويتحدث عن العودة إلى طاولة الحل السياسي. برأيك على ماذا يستند ولد الشيخ إن كانت الوضع كما أنت تصفه؟ على ماذا يراهن؟ ما الذي سيقدمه؟ ما الذي يفعله ولد الشيخ الآن في صنعاء؟ يا سيدتي، لم يكن لدى ولد الشيخ من وظيفة سوى الفضفضة. هو يمارس شكل من أشكال الفضفضة منذ أكثر من 18 شهر، هو يقود ما يسمى مشاورات ومباحثات وسجالات. دائما كان يتحدث عن قرب الاتفاق وعن توقعاته بأن الأمور ستنتهي إلى اتفاق، وكثير من هذا من هذه المفردات التي دائما تتحدث معظمها عبارة عن كلام إنشائي وتعبير عن نوايا لا أكثر. الرجل الآن يتحدث عن توقعاته بأن الطرفين سيمددان الهدنة التي لم تكن أصلا، وأنه سيتم لاحقا البدء بالعودة إلى ما يسمى مفاوضات. يعني ما يتم إطلاقه من تصريحات لا تستند على وقائع على الأرض بقدر ما تضفي على المسألة
مزيد من الألعاب التي أتقنتها بعض المنظمات الدولية لإعطاء بعض الأمل الكاذب عن وجود شيء ما يحدث، لكن في النهاية لا يحدث سوى المزيد من إضاعة الوقت والمزيد من إنهاك اليمنيين واستنزافهم واستنزاف المنطقة. ما يحدث هو لعب على المكشوف. يعني الأمم المتحدة عندما تتحدث عن هدن وعن مبادرات لوقف إطلاق النار، في النهاية لا تتقدم بأي آليات حقيقة لتنفيذ مثل هذا الأمر على الأرض. حتى كان لديها آلية متعلقة بمسألة لجنة عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار في كثير من المناطق، هذه اللجنة لم تعد موجودة ولم تشتغل حتى في الفترة الأخيرة، رغم أنها في النهاية كانت بلا جدوى وبلا فائدة، لأن عديد هذه اللجان نعم سيد عبد العزيز الجليل القاتل والقصف في بعض مواقع نعم المواجهات. نعم ابقى معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الباحثة والكاتبة السياسية منساء شجاع الدين التي تنضم إلينا من القاهرة. مرحبا بك سيدة منساء. أهلا فيك. أهلا بك سيدة ميساء، لعلك استمعت لحديث الأستاذ عبد العزيز المجدي الذي تعلق على وجود ولد الشيخ الآن في صنعاء بأنه يبيع الأوهام والأمل الكاذب. الآن وبعد هذه الهدنة التي لم تنجح، ولد الشيخ في صنعاء يدعو لتمديدها ولعودة للمسار السياسي، ما تعليقك؟ الهدنة هي الحديث عن توقف الضربات على صنعاء بدرجة أساسية، ولابد من معرفة شيء إنه التعامل مع دولة مختلف عن التعامل مع ميليشيا، بمعنى إن الوقت ليس بصالح السعودية. السعودية دولة لها مصالحها، لها علاقاتها بالعالم، فالوقت بيضغط عليها، المعاناة الإنسانية بتضغط عليها، والدول ممكن إنها تضغط عليها من خلال هذه العلاقات والمصالح، لكن الميليشيا لا يمكن الضغط عليها دوليا. كان بإمكان التفوق على الميليشيا من خلال تقديم نموذج حكم جيد في عدن، من خلال عمل دبلوماسي جيد تقوم به الحكومة، من خلال أشياء كثيرة. نعم. لكن هذا كله لم يحدث. ومن ناحية سياسية هم بيتكلموا على تقدم في صعدة وفي مأرب، لكن تظل هذا التقدم العسكري سيأخذ وقت طويل، وقت اليمن على الإنسانية صارت كبيرة جدا ولم تعد محتملة. يعني إحنا الآن نتكلم على مجاعة، على ناس من غير مرتبات، فهنا نتكلم على بلد على وشك المجاعة، على حافة المجاعة. هذا سيضغط على السعودية ولكنه لن يضغط على الحوثي. إذن وفق هذه الرؤية إلى أين برأيك تمضي الأزمة اليمنية؟ أعتقد أنها الحديث عن التفاهمات بين السعودية والحوثي مجددا على مستوى الحدود وعلى مستوى الضربات، والعالم الآن بيتكلم عن الحوثي كطرف كشريك للسياسية المقبلة. ليس هناك حديث على إقصاء على الإطلاق، والحديث عن توازي ما بين العملية العسكرية، ما بين تشكيل حكومة وانسحاب الميليشيات من المدن، يعني كنوع من الهروب من الملف الشائك حوالين أنه الأول لتشكيل الحكومة الأول أم الانسحاب من المدن أول. لكن هذا طبعا سيأخذ وقت، لا زالت أمامنا شهور حتى نصل لهذه المرحلة. لكن هناك ضغط السعودية خصوصا بعد مذبحة صالة العزاء. نعم. إذن سيدة مساء تحدثتي أن الدول الراعية لهذه الحلول السياسية لا تستطيع الضغط على الحوثيين لأنهم مجرد ميليشيا، وتمارس ضغطها فقط على السعودية لأنها دول. الآن ولد الشيخ في صنعاء، ما الذي يفعله إن كان لا يستطيع ممارسة الضغوط على الميليشيا للالتزام بأي من الهدن ومن الحلول التي يطرحها المجتمع الدولي؟ الحوثيين يلتزموا في الأشياء التي تخص الخارج. يعني لو هناك تسوية مع السعودية ممكن يعطيه داخل، يعني نصيب كبير من السلطة، أو أنه يكون موجود في السلطة حتى بشكل ليس فقط على مستوى مشاركة في وزارات، بل أيضا سيكون له ثقل كبير مسلح في المنطقة بتحديد إقليم أزال، تحديد صنعاء عاصمة الدولة. فبالتالي هو ممكن يوصل معاه لاتفاق فيما يتعلق بالسعودية، فيما يتعلق بالسعودية أنه يلتزم باتفاقات معينة مع السعودية مقابل أنهم يقدمون تنازلات على المستوى الداخلي.
نعم، إذا السيدة ميساء تفضلي بالبقاء معي واسمح لي لأن أعود إلى السيد عبد العزيز المجيدي. مرحبا بك مرة أخرى سيد عبد العزيز. يعني استباق جناح صالح لزيارة المبعوث الأممي لصنعاء وصرح باتهامه بعدم الحياد وأنه صار مبعوثا سعوديا، إلى ما يشير برأيك هذا الاتهام وهذا الاستباق لزيارة والد الشيخ لصنعاء؟ أحيانا تحتاجين إلى إطلاق بعض الاتهامات لطرف هذه غرض أيضا تسويق فكرة أن هناك مؤامرة وأن المجتمع الدولي يقصد طرف ما، لكن في النهاية هو شكل من أشكال المديح لهذا الطرف. الغرض في النهاية هو التلاعب بعواطف المستقبلين لمثل هكذا أنباء، وبالتالي لا أعتقد أن القصة تحدث بهذا الشكل. الذي يجري هو أن المجتمع الدولي يضغط باتجاه تقديم تنازلات من قبل الحكومة ومن قبل التحالف. نعم. قبل 3 أيام كان كيري يتحدث عن ضرورة تقديم الجميع لتنازلات، وأعتقد بأنه كان فقط يستخدم مفردة الجميع هنا كمفردة فقط دبلوماسية، وهو يقصد حصرا لأن على الحكومة هي من تقدم التنازلات، لأن خلال الفترات الماضية لم نشاهد أحدا يقدم التنازلات سوى الحكومة. القرار الدولي كان يتحدث عن تكليف المبعوث الدولي لمتابعة تنفيذ القرار، هذا القرار 22/16، ولاحقا بعد قبل أربعة أشهر تقريبا كلف المبعوث الدولي بإعداد ما يسمى خارطة الطريق خلال 30 يوم لحل في اليمن، وأعتقد بأن الرجل قدم خارطة الطريق في الكويت وهذه الميليشيات رفضت هذه الخارطة، ومع ذلك لم نرى موقفا من المجتمع الدولي. لا أعتقد أن المجتمع الدولي فقط غير قادر على ممارسة الضغط على ميليشيا، بالعكس هناك قرارات دولية صدرت في هذا الشأن، وأعتقد بأن الضغط بالإمكان أن يتم من خلال موقف حازم وصارم بهذا الاتجاه عندما نشاهد الميليشيا تتلاعب بكل الأطراف كما لو كانت قوة عظمى، عندما تستهدف مثلا بارقات الدولة العظمى، وكأننا أمام مشاهد مسرحية من نوع ما، تحولت هذه الهجمات إلى شكل من أشكال الضغط على القوة الكبرى من أجل أن تضغط بكل ثقلها على التحالف العربي وعلى الحكومة من أجل القبول بتنازلات وتقديم تنازلات وما إلى ذلك من هذا القبيل. بالتالي ما يحدث الآن هو فقط كلما تمسكت الميليشيات وتعنتت بمواقفها تجاه مسألة التنفيذ القرار أو حتى تسوية بالحد المعقول الذي كل الأطراف تقريبا مؤمنة بضرورة أن يكون هناك شركاء، مع أن مسألة الشراكة لجماعة فقط تريد أن تنتزع شراكتها في البلد بفعل القوة المسلحة والسلاح، وبنفس الوقت أيضا تقدم نفسها باعتبارها وكيلا طائفيا، وهذا هو الأخطر الذي سيحدث في اليمن. نعم. وكيلا طائفيا لجهة أو لجماعة أو لمنطقة، وبالتالي علينا كما لو كان أن ننتظر تدشين تقسيم طائفي داخل اليمن يعيد ترتيب الأمور، وهناك ممثلين لأطراف طائفية أكثر، وهذه هي المشكلة. أعتقد بأنها في المستقبل ستكون في النهاية تفخيخ للنسيج الاجتماعي في البلد، وبنفس الوقت أيضا تشجيع لكثير من الجماعات التي تحمل السلاح بأنها في النهاية إن لم تجد قبولا في الحصول على حقها في الشراكة. نعم. بشكل أو بآخر عليها أن تذهب السلاح من أجل. سيد عبد العزيز، إذا عدنا للحديث عن الهدنة، كان الهدف الرئيسي منها هو فتح الممرات آمنة أمام المساعدات للمناطق المتضررة، وأكبر المناطق المتضررة هي تعز لم تصلها أي مساعدات. والد الشيخ في بيانه عقب انتهاء فترة الهدنة التي فشلت قال وتوعد بوصول المساعدات إلى تعز، الآن بزيارته هذه إلى صنعاء ما الذي يمكن أن قد يفعله بخصوص هذا المجال بفتح ممرات إلى تعز؟ سيدتي، هو في تصريحه الأخير وهو يتحدث ويطالب الأطراف بتمديد ما يسمى بالهدنة، تحدث بأنه تم خلال الهدنة إدخال مساعدات للمناطق المحاصرة، وهو يكذب بصورة فجة يعني لا تحتاج إلى دليل، يعني لم يتم أصلا إيقاف إطلاق النار، لم يتم إدخال أي مساعدات، على العكس هناك شحنات من المساعدات استولت عليها الميليشيات في تعز، ولم يتم إيصال أي شيء للمناطق المحاصرة، وبالتالي الرجل ما زال مستمر في نفس الأساليب القديمة التي اتبعها في مؤتمر ييل وغيرها، عندما كان يتحدث بأن المساعدات الآن تدخل إلى المدينة وتصل، بينما كانت في النهاية الميليشيات تسيطر عليها على تخوم
المناطق التي منافذ المدينة، وبالتالي نحن أمام مشهد عجيب يمارس من خلالها مبعوث دولي مجموعة من الألاعيب فيها شكل من أشكال التضليل حتى للناس، يريد أن يخلق لهم أكثر لا يخلق سوى الوهم، ويبدو أنه فقط منهمك بأداء دوره لإشعار العالم بأنه يقوم بدور ما لا أكثر، دور حتى لو اقتضى في النهاية فقط أن يكون عبارة عن طائرة متنقلة بين العواصم، لا تحركاته لا تفضي إلى شيء بقدر ما يعني تخلق شكل من أشكال الوهم للناس. نعم، إذن السيد عبد العزيز المجيدي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إليك سيدة ميساء، تزامن وصول والد الشيخ إلى صنعاء مع منع الحوثيين لقوافل الإغاثة التابعة لليونسف من الدخول إلى تعز، هل ستكون هذه إحدى المواضيع التي سيناقشها والد الشيخ مع الحوثيين وضمن تحركاته في صنعاء وزيارته إليها؟ أكيد ممكن تكون من ضمن الملفات اللي ممكن مناقشتها، لكن في الأخير لا أتوقع لها أهمية كبيرة، والذي يهمه الوصول لتسوية سياسية يقدمها للعالم بأنه نجح في مهمته، وهذه التسوية السياسية عمليا بالتحديد تسوية ما بين السعودية والحوثيين، لكن طبعا هو الصراع الداخلي في اليمن لا يزال طويل الأمد، يعني المسألة هنا كيفية إخراج السعودية من الحرب، فأتوقع أنها ممكن تكون مطروحة ضمن الملفات الإنسانية المطروحة الكثيرة في اليمن، لكن يعني أعتقد أنها ليست ذات أولوية. نعم، والد الشيخ أعلن أنه سيقدم الأسبوع المقبل مشروع للحل في اليمن إلى مجلس الأمن، برأيك ما هي أهم الملامح التي يمكن أن تتضمنها خارطة الحل هذه التي يعلن عنها؟ أتخيل هو نفس المشروع البريطاني الذي كان اقترح من قبل، كان هو أكثر مشروع ممكن منطقي أو ممكن تطبيقه إلى حد ما. نعم. والمشروع لن يتحدث عن تطبيق القرار الأمم 2216 بالكامل، سيكون مرجعية، لكنه لن يكون تطبيق حرفي أو كامل لهذا القرار، لأن هذا القرار كان يتطلب انتصار عسكري ساحق على الحوثيين، حشرهم في الزاوية سياسيا، لكن هذا كله لم يحدث، كان الأداء السياسي مترهل، الاستراتيجية العسكرية متخبطة، كان الوضع يعني مثلا المعركة لم يكن لصالح الطرف الآخر على الإطلاق. نعم. بينما القرار هو كان يعني كان ممكن يكون قرار قوي ضد الحوثيين، فتصور أنه قرار سيكون فيه كثير من الثغرات خصوصا في مسألة تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، لكنه قرار سيكون يقتضي تزامن ما بين المسارين السياسي والعسكري، اللي هو المسار السياسي اللي هو تشكيل حكومة وحدة وطنية والانسحاب من المدن. نعم، السيدة ميساء شجاع الدين باحثة وكاتبة سياسية كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة من زوايا الحدث، لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف، ومن القاهرة الصحفي عبد العزيز المجيدي، ومن القاهرة أيضا الباحثة والكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين. هذه تحيتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة، إلى اللقاء.